الفاسق التي يعني تجبر وتكبر على الله. الله تبارك وتعالى عندما أجابه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، بمعنى قل له يحييها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فلماذا لم يقل له قل، قل له يحييها الله يوم القيامة؟ لماذا لم يذكر الله اسمه وحذف الله اسمه في الإجابة؟ ما قالش يعني قل يحييها الله الذي أنشأها أول مرة، وإنما قال له قل يحييها الذي، ما ذكرش اسم الله. لماذا؟ لأن هذا السخيف، هذا الفاسق، لم يقدر الله تبارك وتعالى حتى أن يعطيها رب العالمين القيمة ويذكر له اسمه. مفهوم؟ هذا الفاسق ما يسهلش يعني باش ربي يعني انت ويعطيك ربي القيمة قل يحييها الله، قل لها ودي يحييها الله، ما تعطيش كاع القيمة، قل لها ودي يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله تبارك وتعالى كما ذكرنا في درسنا الماضي، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. نحن لا ندري، لا نعلم ماذا يدور عند هذا المريض أو عند هذا المحتضر، لا ندري، ما راناش عارفين واش تكاين. شكون اللي يعلم؟ يعلم غير الإنسان، هذا الإنسان اللي راه خارج من الدنيا، غير هو اللي يعلم. ولكن اللي راهم يعني حايطين به، مجمعين معاه، متدورين عليه، وهو يعني في سكرات الموت، ما يعلموش تكاين، راهم يشوفوا ولكن لا ينظرون شيء. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، راكم تشوفوا فيه يعني كيفاش يعني راه يعني في النزع نتاع الروح. فالله تبارك وتعالى قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف ربي قال لك أودي، بمعنى نحن أي ملائكتي راهم معاه ولكن لا تبصرون. شكون اللي راه يبصر؟ وشكون اللي راه يشوف؟ ما راه يشوف غير الإنسان اللي راه خارج من هذه الدنيا. خاطرش علاش؟ لماذا؟ لأن هذا الإنسان شا كان يشوف؟ مين كان يعني صحته؟ كان يشوف العباد، يشوف الأشجار، يشوف البحار، يشوف السماوات، يشوف الأرض، يشوف الحيوان، راه في عالم دنيوي. ولكن الآن ما راهي قابله والو، خلاص اللي كان يشوفه في الدنيا انقطع، يعني انقطع، بمعنى أصبح هذا الإنسان المحتضر لا ينظر إلى شيء من الدنيا. لماذا؟ لأنه انتقل إلى عالم أخروي، يعني انتقل من العالم الدنيوي تاع الدنيا، انتقل إلى عالم أخروي، عالم واحد آخر كاع عمره ما شافه. وهذا العالم الأخروي أول
ما سينظر إليه هم الملائكة، لأن الملائكة مين؟ من الأمور الآخرة، يعني أمر غيبي. خلاص ما قاعد يشوف بنادم، ما قاعد يشوف أرض، ما قاعد يشوف سماء، ما قاعد يتنقل من عالم دنيوي إلى عالم أخروي. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المحتضر، الإنسان يعني المحتضر بمعنى الإنسان اللي راه في النزع، قد شخص بصره، يعني لكم عارفين معنى شخص بصره، بمعنى حل عينيه، فاعلموا أن الملائكة قد دخلت عليه. يعني غير تشوفه يعني شخص البصر نتاعو، عرف بلي يعني الملائكة دخلت، دخل ملك الموت، دخل مع جنوده. هيا يقول لهم يبلعوا عليه الباب، ولا يديروا له البارودار، ولا يديروا له، يعني ما يخلوش يدخل. حيوة ما يخلوش يدخل. مين يدخل؟ حوس عليه انت مين يدخل. يدخل مع الملائكة، يعني راهم متدورين به، ويقعد ينتظر. ماذا ينتظر؟ ينتظر، ينتظر اللحظة التي كتبها الله له، ما زيد ما ينقص. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أن المؤمن يجب على الصالحين الذين يعني يكونون معه أن يلقنوه الشهادة، أن يلقنوه الشهادة باش يتكاكا يعني ويشهد ويخرج من الدنيا يعني بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا كما ذكرنا، إذا نظرنا إلى موت الصالحين أو الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، يعني كانوا يعني في مقام عند الله سبحانه عز وجل. يعني اليوم يعني إذا نظرنا إلى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعندما مات، يعني أنتم تعلمون بأن عمر طعن يعني وهو في الصلاة، وكان يقرأ في سورة يوسف، كان يحب أن يقرأ بها في صلاة الصبح. لما طعن، المهم يعني عندما غشي عليه وغلبه الدم وغشي عليه، ثم أفاق يعني. ولكن هل تعلمون ماذا؟ شوف يعني ليكاكيهم ربي قدام الموت، يتكاكاو ويعرف كل شيء الإنسان، يعني هذا الصالح عندما يأتي لقاء الله يعرف كل شيء، لأن الله يتبته ربي سبحانه عز وجل، ما ينساش. يجيه الشيطان يعني في النزع يرجمه يلعنه، بمعنى يتبته الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب عندما يعني هو يعني يجود بنفسه في النزع، وعندما أفاق يعني ماذا قال عندما أفاق؟ وكان عارف روحه باللي يعني خارج يعني من هذه الدنيا. هل تعلمون ما أول ما فكر فيه؟ أول ما فكر فيه وهو خارج من هذه الدنيا، فكر في الصلاة. لا مال ولا أولاد ولا